السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سنتكلم عن درس جديد اسمه الخط المستقيم. هذا الدرس كان استكمالا لدرس القطع المستقيمة والأشعة. النهاردة سنتكلم تعالوا نتعرف على أشكال الخط المستقيم. زي ما احنا شايفين يا ولاد إن الخط المستقيم ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. زي ما انا شايفه برضه في هذا الشكل ان هو ان هذا الشكل عباره عن خط ليس له نقطه بدايه وليس له نقطه نهايه. طب الخط يا ولادي الذي ليس له نقطه بدايه وليس له نقطه نهايه اقدر ان انا استخدم المسطره في تحديد نهايته؟ لا. يبقى الخط المستقيم يا ولاد هو خط ليس له نقطه بدايه وليس له نقطه نهايه ولا يمكن قياسه. مثل السماء، احنا ثبتنا نظر بنظر الى السماء. بتجد ان انت تقدر تستطيع تحدد نقطة بداية السماء او نقطة نهاية السماء، لا هيبقى الخط المستقيم مثل السماء، ليس لها نقطة بداية وليس لها نقطة نهاية ولا يمكن قياسه. طب تعالوا بقى نشوف هنجيب ازاي في الامتحان او الاسئلة الخاصة بالاشعاع. عندي الأسئلة الخاصة بالإشعاع والقطع المستقيمة والخط المستقيم. ممكن أسئلة أخرى، سؤال اكتب اسم الشكل. زي ما احنا شايفين السنة الجاية قدامي خط، الخط ده له نقطة بداية وله نقطة نهاية ويحصل قياسه بالمسطرة اللي هو تعديل القطعة المستقيمة. يبقى هذا الشكل يمثل قطعة مستقيمة. طب الشكل الثاني السنة الجاية زي ما انا شايفه كده ان هذا الشكل له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. طيب يبقى هذا الشكل يمثل رابط الشعاع. طيب الشكل الثالث يا ولاد زي ما انا شايفه ان هو ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية ولا يمكن قياسه بالمسطرة، وهذا الشكل يمثل الخط المستقيم. في النهاية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم